الفريقين أداء ممتاز، إن شاء الله ليكم مستقبل بإذن الله. بالنسبة بس لبعض الملاحظات اللي بنقولها من المباراة، إحنا كنا زملاء من الابتداء، إن في طول المراحة حول الموضوع ما بقاش يظهر عليه المشهد التنسيقي، يعني يبقوا أقرب للواقع ويكون في كل أحوال المحامي في وقت المراجعة هو بيتقمص شخصية معينة، لكن يجب أن يظهر عليه شيء. فالنقطة دي ممكن تكون يعني ملموسة أوي، إن أداء تنزيل واضح عن الرئيس. كانت المرافعات الشفهية كما أتت في باب المرافعات الشفهية فهي التمثيل بكل ما يجب، وهذا ما تعلمناه من كل أساتذة. أنا عايز أقول لك فكانوا جميعا احنا كنا فرق بين الممثل القوي والممثل غير القوي، بان الممثل القوي تحس انه بيمثل. فاكبر ممثلين موجودين في مصر لما بتتفرج على اي مسلسل او فيلم هم عاملينه تحس انه مش بيمثل، تحس ان هو الراجل ده بيتفرج على مشهد واقعي بيحصل قدامك، هو الله يرحمه بتصدقه بتتاثر، ممكن لو المشهد حزين تعيط. وده الممثل القوي، الممثل اللي اداؤه مش ما وصلش للقدر العالي قوي في التمثيل بتحس هو بيمثل، ما بتتفرجش انه بيمثل. دي النقطه الاولانيه. تاني نقطه، انتوا اخذتوا الوقائع في بعض الاحيان على ان هي مسلمات، والتسهيل القانونيه اللي موجوده في الورقه ان هي مسلمات، دخلتوا جربوها وجربوها بشكل واضح. مساله المرور بعقد دولي يقتضي ابتداء ان احنا نمر بحاجه اسمها قواعد تنازل القانون. احنا ليه ما مرناش بقواعد تنازل القانون في القضيه اللي قدامنا هنا؟ عشان احنا عندنا حاجه اسمها قواعد ماديه دوليه اللي اتفقت بيننا البيع الدولي والبضاعه بتطبق بشكل مباشر. فلازم ابتداء وانت داخل قضيتك بعد ما تعرض الوقائع تبين لي ان انت هتخش بعد كده تعرض التسهيلات القانونيه المؤيده للوقائع اللي انت جربتها. فهتبين لي ابتداء ان القانون الواجب التطبيق على العقد بتاعك وانت قد ايه قواعد فيينا ليه؟ ان ده عقد دولي وانه كذا كذا كذا، وده موجود هنا في الوقائع. ان ده عقد دولي وده بائع في دوله كذا وبائع في دوله كذا، اذا شروط تطبيق المعاهده متوفره. فالمعاهده بتطبق وصفها قواعد ماديه وهي تصبح قانون العقد. الملاحظه الثانيه، تمسكها في بعض الاحيان بقواعد النصوص موجوده في الشريعه الاسلاميه، رغم ان الشريعه الاسلاميه غير ممكن تطبيق في القضيه المحليه بتاعتها. واستشهاد فقط. انا فاهم يعني، بس ما في اسهاب في بعض الاحيان يعادل التمسك بنصوص المعارضه ذاتها. فده سالك ادلتك بقواعد الشريعه، لكن القانون التطبيق على الحاله اللي قدامنا او القضيه اللي قدامنا مش قواعد الشريعه. موضوع العقود اللي انت قلتها، مفيش عندنا عقود عقد. هو اساسا في، معلش لو تسمح لي، هي ممكن كده بالفعل، بس انا ما حبيتش انا اقول في نص يعني ما ينفعش تقول انا بقدم عقد متقدم في كده بالفعل، ده رقم واحد. رقم اثنين، ما ينفعش ما تكتبلهمش صورة، يعني لازم تكتبلهم صورة ويكتبوا مسلمات التحكيم، ما ينفعش تيجي فجأة. ده على عكس هو مذكور في الواقع، ما عندناش حاجه جديده او حاجه مخصوصه. بالنسبه للفريق بتاعكم، كان في نقطه جوهريه هي نقطه عدم الالتزام الواضح في بعض الاحيان للنصوص الموجوده في المعادله اللي بتؤيد قراراتكم. فانتوا بتعرضوا وقائع وبتكسروا من عرض الوقائع على اساس ان نهايه التحكيم هي اللي هتطبق القانون التلقاء نفسها، وهي اللي تحدد مشروعيه التطبيق التلقاء نفسها. في بعض الاحيان قد توجهوا الهيئه بان تقول لها المصري ده راجل تطبيق، الحاجه بتنطبق علينا، احنا بنكيف الموضوع على كذا وكذا وكذا. برضه ما بينتوش في ابتداء ان قواعد او معاهده بيننا هي راجل تطبيق على الحاله بتاعتنا هنا، وكقانون التطبيق ده ابتداء لازم نقول الموضوع. في نقطه برضه مهمه، ان انت عرضت الوقائع حضرتك، وبعد كده الزميل عرض نفس الوقائع مره ثانيه، فبالتالي اهدرت وقت، يعني ضاعت وقت انتوا ممكن تستفيدوا بيه تعقبوا فيه، وبتبقوا انتوا قاعدين في يعني العرض بتاعكم بيبقى اكثر اريحيه، انتوا شغالين الوضع بالنسبه لكم افضل. فاداره الوقت، اداره الوقت بشكل جيد توقع وقت لكن كان ممكن يتبقى وقت اكبر وتعرضوا اساليب قانونيه اكثر اذا نظمت نفسكم على اساس ان انت هتكوني جزء من الوقائع ولا تكوني الباقي، او هي انت حضرتك هتكوني الوقائع وهي هتعارض باساليب قانونيه، وبعد كده حضرتك هتختمي في الطلبات. اخيرا، طلباتكم بالنسبه لي انا شخصيا ما كانتش في ختامها واضحه، يعني طلباتكم كانت غير واضحه بشكل كامل. فطلباتكم كان فيها
بعض الاعضاء موجود في النهايه. كل حاجه بشكركم على ادائكم جميعا وحصل موفور ان شاء الله. تقسيم العمل في الفريق انا حسيت ان يعني ما فيش انا هتولى مسائل فنيه وفريق تاني هتولى مسائل فنيه. ده ده في الفريقين كل واحد كان في كل حاجه. فده ده مش يعني ده مش المعتبر او يعني متعارف عليه. بما ان انتوا هتقسموا الشغل يبقى الاحسن ان واحد يسهم في مساله معينه وزميله يتولى مساله اخرى عشان حتى ما تشتتوش حاجه. بالنسبه للتنظيم الموافقه عجبني ان انتوا مثلا قسمتوا وقلتوا في الاول هنتكلم على ثلاث حاجات الوقائع في الاتفاقيه. فهي لازم ذكر الاتفاقيه زي ما زميلي بيقول لازم تقول انا بتكلم على اتفاقيه دوليه نقل الوقائع حتى رقم كذا ما تكونش في الماده على طول. ممكن تكون ماده مستقيمه ده في اسمها ايه؟ فدي لازم تقول. بالنسبه يعني برضو نقطة للفريقين انكم اتكلمتوا بإسهاب عن مفهوم الأخضر اللون الأخضر وعلميا سبب. لا علميا مفيش تقرير علمي من الخبير قال إن الأخضر فتح يبيح والأخضر الغامق يجيب النار عصر. يعني مفيش حاجة تقدمت بهذا المعنى. وما ينفعش تجيبوا لنا فرنرات كلها خضراء غامق وتقولوا لنا هو ده أخضر فتح وغامق برضه. يعني حسيت شوية إنه يعني هو الاثبات بس معلش حضرتك هو الاثبات ان في الوان في درجات كثيره من اللون فعلا انا ممكن اختار ان اللون ده اخضر فعلا بس مثلا لو عشان يقدر ان هو تمام. لا انا بتكلم ان احنا بنتكلم في حاجه علميه. فبما اننا بنتكلم في حاجه علميه يبقى مثلا هنقدم تقرير للخبير الفلاني وتحلموا فوق كده. لكن محاوله اثبات شيء يعني محل سلطه تقديريه ممكن يضرك اكثر من وبعض الاحيان حسيت الفريق ده يعني حماسه القانون زائد شويه. يعني تعريف العرف مثلا العرف يعني في حدود علم معرفش الزملاء اتفقوا معايا ولا لا بس العرف لا يعني او سابقه التعامل لا تعني ان احنا لازم نتكلم كل يوم عشان صح. بس مستقر من اربع سنين ديت ممكن بس ما تتقالش كقاعده قانونيه. يعني التجاره الدوليه ان هي تتغير من سنه لاخرى. احنا دلوقتي هو في اطار ايوه سائل على العالم الاجمع ان هو دوت عاده سايره في فتره زمنيه متصله. بس ده مش عرف بعد كده ده عاده تجاريه. لا هو في فرق بين العرف والعاده. هو مع السنين الاتفاقيه بتاخد اكتر من سنه. يعني المعامله في السنه التجاريه بتاخد سنه او اكتر من لا تمام. هو بس بما ان هي حاجه مختلف عليها ما قلناش كقاعده قانونيه ان العرف يجب ان يتم في خلال فتره سنه لانها تالي في الاتفاقيه الكبرى مش موجوده. فبالتالي ما ينفعش تقولها كقانون او قاعده. عجبني موضوع البرقيه والفريكس ان هي واقفه على سبيل الحصر. يعني هي النقطه دي انتوا تنبهتوا ليها. وقت ادراك الاتفاقيه ما كانش فيه ايميل بس هو يؤدي نفس الغرض. يعني بصراحه تعلمت على ايديكم في الحقيقه. لا بقول اللي انتوا قلتوه. انا من كام سنه كنت في موقفكم يعني ومريت بتجربه مماثله. فيعني خلينا نحط الامور في الصدر. انا مش خاطب القاضي انت ما تعلمتش على ايد القاضي. تعلمت على ايد الاستاذه في الجامعه هو ما تعلمتش على ايد الصراحه. والايات القرانيه برضه ما يعني في فرق معلش انا طولت عليكم بس انا اشتغلت في التحكيم واشتغلت قدام المحكمه وفي فرق شاسع بين طريقه المرافعه في التحكيم. يعني انا ما شفتش اي تحكيم يذكر ايات قرانيه علشان يؤثر على عقيده القاضي او ان هو يحكم له او ان هو يخوفه لو ما حكمتش ليا يبقى حرام عليه. بنذكر نص القران عشان النبي قضى زمان وانما النص القران كما معروف هو احسن استشهاد لاي اسناد ادبي. كل الناس بتعلمه من القران. انا كنت قلت الفريق ازاي ما بنستشهدش. احنا ازاي ما بنستشهدش. انا مش مسلم.
الموضوع سيدي اه بس مش انا اللي عاوزها كنت هبقى انا حاسس بالظلم انا لو لقيت واحده ست ما تقولش سيدي بشرى مش رايقه مش رايقه مش بس الحقيقه بس هي قبلها سيدي لا 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 سي